سؤال مهمين صغيرين سرعة. ناس كتير بتستهون بإنها تاخد سلندلافيل عمال على بطال أو تاخده بدون إشراف طبي، يروح الصيدلية ياخد سلندلافيل. السلندلافيل ده الاسم العلمي لأشهر مجموعة أدوية بتعالج ضعف الانتصاب، وأنتوا كلكم عارفين الأسامي التجارية بتاعتها. هل هناك خطورة من أخذ الأدوية بدون إشراف طبي؟ طبعًا المفروض يبقى فيه إشراف طبي لسبب. الدكتور لما يوصف السلندلافيل هيوصفه بناءً على فحوصات عملها له. الفحوصات دي قد تظهر ان هذا المريض عنده مشكله كامنه، مثلا زي ما سعادتك اتفضلت في اول حلقه في القلب مثلا. ما هو احنا بنقول دايما العضو الذكري ده جزء من الجهاز الدوري، يعني يتعرض لنفس امراض القلب والشرايين. فاذا كانت ظهرت في العضو الذكري فمن الوارد او من المتوقع انها قد تظهر عنده في القلب مستقبلا، او تكون في اثناء هذه الفتره عنده مشكله في القلب وهو لا يعلم. فاحنا بدورنا احنا بعد الفحوصات اللي بنعمله نقول له نوجهه، خلي بالك عندك كذا وكذا وكذا وكذا، وخلي بالك روح لدكتور الباطني او دكتور القلب وقول له والله انا لقيت كذا في التحاليل، والدكتور قال لي روح لدكتور الباطنه اسال عنه. فبنوعيه الى حاجه يتوقعها مبكرا قبل ان تصبح مشكله قد تودي بحياته. وزي ما بنسمع في الافلام او القرايب او الاقارب او المعارف، يعني ان فلان خد حب الفياجرا ومات، ما هو ده بيكون نتيجه انه كان عنده حاجه كامنه في القلب ولما خد الفياجرا اظهرت المصيبه اللي عنده، أو يكون الضغط بالضبط، فبيحصل له كارثة. فعشان كده لابد أن تكون باستشارة الطبيب.